المرود نخرج برا نشوف سيدي محمد يدو حمراء بالإخواتم بالمديح والتعليلات. حضور كبير للعائلات والتي احتفت بالمنارة الأسطورية كرمزية من رموز أهل الساحل. مدينة شرشال وناسها دائما يديروا المنارة ويحتفلوا ويديروا المديح أوفياء للمنارة والاحتفال بمولد النبوي الشريف. في التسعينات الثمانينات التسعينات كانوا يجيبوا بها شوارع مدينة شرشال يركبوها في يعني يحطوها في الشاحنة ويجيبوا بها كامل شوارع مدينة شرشال وفي الاخير ويرميوا الحلوه راك تشوف الشموع والدراري كامل بالتقليدي ورافدين الفنيرات والمادح كي يكملوا يحطوها في باخره يحطوا الميناء زعما ديال الشرشال ويحطوها في الباخره يعني ترمز مدينه ساحليه. بالتقاليد المنطقه وبالتكرار تدخل هذه التقاليد في اذهنه الناس وتدخل يعني حتى عندنا دوك حتى دوك الوافدين عندنا ما عندناش غير الكبار عندنا الصغار وهنا هذا الهدف الأساسي هو تربية الأجيال الصاعدة على كل ما هو تقاليدنا حتى يحتفظوا عليه بدورهم. هي الاستمرارية من أجل الأجيال القادمة وهو الوفاء لإرث الأجداد في الاحتفال بخير الأنام.